كمان بدي اسالك، ماي هلا بين ايدي اول سيدي لك، بدي بس اسالك شو فيك خبرنا بعد اكثر عنه لهيدا السيدي؟ بركي مين كاتب الاغاني، مين ملحنهم، شو فيك انت تخبرنا عنه، عن طريقه عمله للسيدي؟ هو الموسيقى بالسيدي مبدئيا مازن سبليني ورامي كرامي هن عاملينها. هلا في بس ليش هيك بلدي انا عامل الموسيقى ومازن سبليني عامل التوزيع انه ارانجمنت عليها. وقد ايه اخذ وقت لحتى نعمل السيدي؟ تقريبا يعني اذا بدنا نقعد نحكي شغل على نعمل على السيدي في 3 لـ4 أشهر على بالي اقول، بس كل يوم كل يوم كل يوم كان في شغل، كان في يعني شغل كثير مكثف عليه لحتى قدر خلص. والاول هو اصلا يعني على حلو بلا ما يكون حلو انه انعمل وقتها كان في الانفجارات بالبلد وكل الناس عم تقول انه مجنون شو رايح على استوديو هلا، وانا حاطط براسي انه خلص بدنا نعمل هالسيدي، يعني صار لنا 10 سنين بنشتغل بالموسيقى ولازم نوصل رساله. لكن كان كل الوقت خطر بلبنان بس عم نروح نشتغل، كل العالم وقفوا شغلهم يعني كان موسيقى وكل شيء، فهيك خطرت بس نحكي نحن نسينا نقول انه كل اغاني انت كتبتهم رامز، مزبوط؟ مزبوط. وكلهم جايين من تجربه هيك شخصيه او اخذتهم من العالم الشباب وهيك، شو خبرت؟ هو حسب، في شوي من كل شيء، في كثير اغاني عشتهم، في اغاني بتذكرهم لانه الواحد بينسى الماضي تبعه، بس بحب ارجع اخلق يعني ارجع افرجي شو كان في بالماضي لانه هو اللي خلاني صير شو انا اليوم و صح. يعني نفسيتي بتجي من الماضي. قد ايه زاد على كاركترك وعلى شخصيتك فكره انك عشت برا، يعني فرنسا وامريكا، عشت كمان بغير محل او فرنسا وامريكا، يعني حس بلدين مختلفين واثنيناتهم مختلفين عن لبنان، قد ايه بتحس شو اخذت من كل بلد تقريبا تحس عملت حالك او عملت سيدي؟ من فرنسا على اكثر شيء اخذته هو يعني في كثير اشياء اخذتها من فرنسا، بس اكثر شيء هون اكتشفت بالراب، عم بيلاقي صعوبه بالعربي هون اكثر شيء اكتشفت بالراب. ما تعطى الهم احكي مثل ما بترتاح، نحن بنترجم ماكسيموم، يعني ما تعطى الهم ابدا الحكي. ومن امريكا شو اخذت؟ لا جعبالي احاول احكي بالعربي لانه حلو حلو بحب هالبلد و لانه هيدا بلد العالم العربي بعد لانه هيدا بلد كمان. بس لا بفرنسا اكثر شيء انا اكتشفت الراب بفرنسا، وبامريكا كان عندي كونسرتس وهيدا، يعني مثل ما واحد بيقول بلشت بفرنسا تعلمت ووسع القصص يمكن هونيك عملنا البراكتس يعني. ورجعت على لبنان حتى تخلينا نحن كمان نحب ونسمع شو عم تعمل، هذا كمان شيء كثير حلو. رجعت على لبنان البلد وبزيت الوقت لانه بحس انه في كثير اشياء الواحد يكتب عنا بلبنان عن جد. خليك هون رامز ماني رايح محل لا بيبي رامز بتحب كثير البلد، وبس من ميله ثانيه بحس عن جد يعني بس اسمع كلمات اللي كاتبهم بحس انه حدا متشائم رامز، يعني ليش هيك بلدي، انه رح يكون في حرب، كل هدول الاشياء انت يمكن عم تعبر عن، هو اكيد كل شيء واحد بيكتبه هو عم بعبر عن حاله فيه. رامز وعادة بيقولوا بس شخص يكون ارتست لازم يكون هيك عنده بغير بشخصيته، يعني مش دائما متشائم او دائما متفائل، شويه تغيير حتى يفرجي هالوجين. سو فار بس عم نشوف اكثر شيء رامز المتشائم بالاغاني لايمتى؟ هو ليش؟ يعني هيدا السي دي نوع من انترودكشن بس لانه عرف عن حالي، ولحديد هلا يعني اللي خلاني افوت بالراب وكمل بالراب فرجاني كثير اشياء صعبه. يعني اصلا هون بلبنان وقت ما نشوف الوضع كل واحد عم بيروح يحكي ضد واحد ثاني وهيدا صح. هيدا اللي ما كان بدي اعمله، مشان هيك بنلاقي كويشن يعني عم نسالها للناس ليش هيك بلدي. وبعتقد يعني هذا الكونسبت تبع السي دي مع الكويشن الاسئله يعني بنسالها، ما ممكن الواحد يكون مع او ضد، فعم يسال سؤال يعني عم بجرب يلاقي حال. مزبوط. ولحالي ما رح اقدر اعمل شيء، بقى عم جد بحاول انه كلنا سوا نلاقي حال. وهلا وقت بتعزموني هون مثلا عم بحس انه في ناس كمان جابلها انه عم يوصل مسج لحدا، انا ما لقيته على فكره انه التشاؤم اكثر من انه عم تحكي عن حالي عن شيء موجود، يعني بتعرفي هو التفاؤل وين؟ التفاؤل بتخيل بحياته انه نقى يرجع على لبنان مع انه هالقد لبنان في اشياء حاليا مش كثير ظابطه، بقى هون هيدا الكتاب رياضتك انا هيدا التفاؤل رجع على لبنان مع انه ليش هيك بلدي. اكيد نحن كلنا بنتمنى يصير بلدنا احسن لانه بلدنا عن جد بلد كثير حلو، بس اوقات نحن بلا ما ننتبه بنجرب نخرب او نأذي بهالبلد. هلا رح ننتقل مره جديده لاجواء الاغنيات العربيه تنشوف اغنيه مين حبيب بابا من محمد هنيدي.